أيها الإخوة، نعيش هذه الأيام والليالي موسما من مواسم التجارة. نعم، التجارة، لكنها تجارة مع الله، تجارة مع الله بالأعمال الصالحة. تجار الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، هكذا أيضا تجار الآخرة، تجارة مع الله عز وجل، لها مواسم تضاعف فيها الدرجات وترفع فيها الدرجات وتضاعف فيها الحسنات. ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي نعيشه الآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتكفر الخطايا والسيئات وتعتق فيه الرقاب من النار. فاجتهدوا أيها الإخوة في هذا الموسم وهذا الشهر، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الله تعالى وصف أيام هذا الشهر بأنها أيام معدودات، وإذا كانت أياما معدودات فسرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها.